صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جوزيف ظهري، محلل ومدرب معتمد في شركة تكمل. في البداية بدي أحذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها في سوق الفوركس، وطبعا ممكن هذا الاستثمار يكون منه مناسب للجميع. وطبعا قبل اتخاذ القرار بالتداول لازم تكونوا عارفين يعني مستوى والرغبة، طبعا مستوى المخاطرة اللي ممكن تواجهوها، ولازم يكون عندكم الرغبة طبعا في المخاطرة. طبعا الخسائر ممكن تتجاوز رأس مالكم، وهذا الريسك ديسكليمر أنا مضطر أن أقوله، بعرف للأسف الكل بيكرهه ولكن مجبور. يعني في البداية وطبعا بهذه الجلسة رح نبتدي نتكلم شوي صغير على العمليات الرئيسية، ونشوف هذه التقلبات والمراحل الأفقية الضخمة اللي عم ندخل فيها، والمراحل أو التذبذب الأفقي اللي من الصعب جدا تحديد فرص استثمار عليه أنا برأيي بالوقت الحالي. حابب غير ترند لاين، ألوان الترند لاين اللون الأزرق. أوه بدي شيء أغمق بعد، خلينا نعمله باللون الكحلي دارك بلو. أوكي عظيم، لكن خلينا نبتدي بالعملة البريطانية. ليش بدي ابتدي فيها؟ طبعا لأن عندي مركز فيها، داخلين بمركز شراء 0.5 وعارضين وقف خسارة 126.65 مع تيك بروفيت 129.70، يعني متوقع ارتفاع 200 نقطة لاسترليني دولار. هل يا ترى هذا السيناريو واضح؟ طبعا واضح عنا، يعني بكل بساطة مع التقلبات لازم انه الجوعان اللي تم تثبيتها بجلسات السابقة انه تكون مهمة جدا عندي اذا في حال طبعا بدي افكر بشراء. هلا بالنسبة لي القاع اللي تم تسجيله عندي هو الريجولر ويف، حكينا وتكلمنا عليها باستعمال فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه، استهدفنا مستوى ال 125% فيبوناتشي، وبهذه الحاله هذا تثبيت الريجولر ويف بي قبل ما نبتدي بالموجه الاندفاعيه للاتجاه الصاعد. هلا كيفيه تحديد الهدف، يعني هاو تو كالكوليت اور تارجتس بالنسبه للريجولر ويف بي باي يوزنج اليوت ويف او باستعمال موجات اليوت. هلا الثلاث موجات التصحيحية اللي نتوقع انه ممكن نزورها، انسرت فيبوناتشي اكسبانشن من اخر قمه، ننزل على القاع على اليسار، ننزل على القاع على اليمين، والهدف تبعي هو 100% فيبوناتشي اكسبانشن، هيدي كاول هدف لإلي. ولكن بما انه عندي الريجولر ويف بي نتوقع انه هذا الهدف يتم اختراقه ونزور مستوى ال 161% فيبوناتشي 161.8 هو اور تارجت لويف اي، اوكي واللي هو بيسائب قرب مستويات 129.84. ف 129 84 بنكون انهينا تراينجلر سايد ويز موفمنت على هذا الرسم البياني، وبنكون ابتدينا بالاتجاه الهابط، خلينا نقول هذه المستويات اللي ممكن نزورها وبدايه موجه اندفاعيه لاختراق هذا المثلث وكونتينيويشن ترند وتكمله اتجاه الهابط. فاتوقع تكمله اتجاه الهابط، ولكن هذه الموجه اللي عم نشهدها هلا هي ويف اي اللي هي ممكن نبتدي فيها طبعا على استرليني دولار. ويف اي يعني ارتفاع او اتجاه مضاد للاتجاه العام، فاتوقع انه يكون عندي خلينا نقول ارتفاع هلا بالاسترليني دولار، مش هيك دخلنا بمركز شراء. هلا بجلسه امس كان عندي ارباح بهذا المركز بحدود ال 200 دولار، كان ارتفع السوق على رسم بيان الساعه كانت مبينه واضحه، ارتفع السوق لزياره مستوى ال 128.08 ورجع انخفض عن جديد. لو بعدنا محافظين على هذه القمه عندي 200 250 دولار ربح اقله، مش مشكل. بالنسبة لنا بعضنا محافظين على نفس السيناريو، وقف خسارة 126.65 اللي هو آخر قاع تم تثبيته عندي، هذه 65 هذا الخط الأزرق ستوب لوس أوردر، فعلى هذه المستويات. وأتوقع أنه نبتدي بالاتجاه الصاعد من الأرقام الحالية لزيارة مستوى 100% في فيبوناتشي اكسبانشن 161.8. هذا بيعني ارتفاع لزوج اليورو دولار. اليورو دولار سايدويز موفمنت بشكل واضح، على انه طبعا من وراء الانفرس هيد اند شولدرز اللي اخذناها ونمط الراس والكتفين اللي هو طبعا عطاني اشاره انعكاسيه واشاره على انه لازم نبتدي بالاتجاه الصاعد. هذا الانفرس هيد اند شولدرز عندي، هذا الرايت شولدر اللفت شولدر، رايت شولدر طبعا بيكون اوطى من يعني كتف اليمين بيكون اوطى من كتف اليسار، وبهذه الحاله يعني الاكتيفيشن او الكونفرميشن للانفرس هيد اند شولدرز كانت واضحه. النك لاين او الرقبه رح تكون عندي على هذه المستويات اللي هي اذا في حال تم اختراقها نتوقع تكمله الاتجاه الهابط، ومن قيس المسافه خلينا نقول من اخر من الراس اوكي من الهاد للنك لاين، المسافه اللي من قيسها طبعا من هذه المستويات لهذه المستويات وبروجكتد لهذه المستويات اللي هي بتطلع نفس السعر تقريبا ل
آخر قمة انخفضنا منها. فنتوقع أنه ممكن نرجع نزور مستويات 117 أو 118 على اليورو دولار إذا في حال تم عندي اختراق النكلاين وأكتيفيشن الانفرسانات شولدرز. أوكي، منقيس المسافة من الرأس للرقبة للنكلاين وبنعمل لها بروجكشن وبنشوف قديش الهدف رح يكون عنا. فطبعا هذه هي استراتيجية التداول اللي تابعة للانفرسانات شولدرز أو للرأس والكتفين. يعني بالنسبة لي طبعا أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. لكن بالنسبة لنا طبعا النكلاين أو الانفرسانت شولدرز رح تكون موجودة عندي بشكل واضح عند اختراق النكلاين. هذا هو السيناريو على اليورو دولار، ولكن اختراق آخر قاعي اللي هو سجل لي نمط احتوائي engulfing pattern على آخر قاع على هذه الشمعة الخضراء اللي واضحة أمامنا، اختراق القاع تبعها وأدنى مستوياتها رح تعطيني إشارة بيع وتكملة اتجاه الهابط. فالخط الفاصل للسيناريو الإيجابي هو اختراق مستوى أو اللوز لل 112.65 هو السيناريو أو الخط الفاصل، أوكي، deadline للسيناريو الإيجابي أو البوزيتيف سيناريو اللي هو ممكن يكون عندي من هذه المستويات. وإنما طبعا عم نتكلم على سيناريو سلبي تحت هذه المستويات وتكمل اتجاه الهابط. 112.65 هو ستوب لاس تبعنا، كلوزنج تحت هذا المستوى راح يعطيني اشاره سلبيه وتكمل اتجاه الهابط. خلينا ندخل على تقلبات الدولار الامريكي. يا الهي على الدولار الامريكي وعلى الدولار ين وعلى الدولار كاد. يعني التقلبات اللي عم نشهدها على هذه العملات الرئيسيه بتدلني انه هذه نهايه العالم ولا يوجد بقى تحاليل تقنيه بكل بساطه. هذه الموجات الاندفاعيه وطبعا يعني ضمن نطاق افقي، خلينا نسميه ومرحله افقي وتذبذب افقي ضمن هذا المثلث، الموجات والشموع الاندفاعيه اللي عم نشاهدها بتقول خلص هيدي ابتدت هذه الموجه وابتدينا بالاتجاه الهابط وايضا الصاعد عن جديد والهابط عن جديد وثم الصاعد. وطبعا هذه يعني الخبصه اللي عم نشوفها طبعا خطيره جدا للتداول. ما في شك انه المضاربين عم يواجهوا صعوبه جدا بالدولار ين، جربوا تبعدوا عنه لانه هو من العملات الرئيسيه الخطيره اذا في حال بدنا طبعا نفكر باستثمار على المدى الوسط للطويل. اهلا وسهلا فيك استاذ مهدي، صباح النور. عمر اهلا وسهلا فيك. طبعا رح نشوف الدولار الكندي والذهب، تكرم عينك. يلا هلا خلينا نشوف شوي صغيره، خلينا نمر يلا على الدولار كاد. الدولار كاد هو من العملات الرئيسيه اللي عم نشهد فيها بعض التقلبات وطبعا عم نشهد فيها خلينا نقول ارتفاع بالفولاتيليتي بشكل ضخم. يعني هذا السيناريو اللي كنا عم نتكلم عليه انه يتم اختراق، كنت قلت لكم بجلسه امس ب خلينا نقول قبل صدور البيانات اللي هي طبعا تبع على فوائد الدولار الكندي، كنت قلت لكم اذا في حال بدكم تفكروا بمراكز بيع الدولار كاد ما تدخلوا بمراكز بيع من المناطق الحاليه، ولكن حطوا سيل اون ستوب اوردر او امر معلق بالبيع. يعني اذا في حال تم اختراق القاع بنكون افتتحنا مركز البيع، فبهذه الحاله ما تجربوا تدخلوا بمراكز بيع لانه خط خطره طبعا ومع صدور بيانات الفوائد في دوله كندا. هلا بالنسبه لي هذا الارتفاع من الواضح انه عم بيسجل بعده ال7 سوينج هاي اللي هي طبعا زهقتنا مثل ما بيقولوا وملينا منها، ادمنا هذه مرحله افقيه خلينا نقول بامتياز واكثر من ممله على انه لازم تمشي هذه الموجه الاندفاعيه وما عم تمشي. فأتوقع أنه هذه المناطق اللي عم نزورها هلأ تكون آخر مناطق للدولار كاد اللي هي مستويات خلينا نقول 135-136 ونبتدي بالموجة الاندفاعية، وهذه الموجة الاندفاعية مفروض ما تخلص ما توقف لزيارة مستوى 120 وحتى 115 أقله، لأنه هذه الموجة التصحية بتذكرني بنفس خلينا نقول الموجة التصحية اللي شاهدناها في البداية قبل اختراق خلينا نقول قاعان مهمة وزيارة مستوى 120، نفسها عم نرجع نزورها. خلينا نقول هذه المناطق الأفقية عم تعيد نفسها. أوكي مش قادر أرجع شيلها هيدي، كيف يشيلوها؟ نرجع نعمل دبل كليك عليها وطبعا نرجع نعمل لها ديليت. عظيم. لكن هذه المرحلة الأفقية عم تعيد نفسها وطبعا عم نسجل مستويات خلينا نقول موجات اندفاعية وتصحيحية بشكل ضخم جدا على الدولار كاد وعلى رسم بين الأسبوعي. من المتوقع كان أن نشهد هذه التقلبات والريسك على الدولار كاد لأنه ما عندي خلينا نقول سيناريوهات مفترضة ومعينة ممكن أخذها بعين الاعتبار للدولار كاد. فالمستثمرين بشكل أو آخر عندهم بعض الحيرة على الدولار كاد، هل يا ترى بندخل بمركز بيع أو شراء؟ فالفوليوم أو حجم التداول على هذه العملة من الواضح أنه عم تتقلب بين شراء وبيع، مش هناك ما عندي موجات اندفاعية واتجاه عام واضح.
فالدولار كاد متوقع تكمل اتجاه الصاعد للاسف لزياره اخر مستويات اللي هي مستويات 135 136 قبل ما نبتدي بالموجه الاندفاعيه. الذهب والله يعني بالنسبه للجولد، الجولد كم يعني مش عارف شو بدي اقول لكم. الجولد مفروض يكون كان قد الذهب ثلاث موجات تصحيحيه على هذه المستويات، مستويات 1240 39 وابتدينا بالانخفاض وعلى اساس انه هذه هي بدايه موجه رقم خمسه لنكفي اتجاه الهابط، رجعنا ارتدينا وارتفعنا. طبعا هلا ما في شك وخاصه في شهر ديسمبر اذا في حال نحن حددنا مستويات خلينا نقول مهمه جدا لاسعار الذهب، خلينا نقول نحن حددناها مستويات 1237 رح طبعا ننخفض منها لزياره موجات اندفاعيه بالاتجاه الهابط. طب شو بيمنع انه السوق يرجع يلمسها مره ثانيه؟ اذا بدنا نعمل كم مزدوجه او دبل توب شو بيمنع؟ ما في شيء بيمنع. يعني هذا الارتفاع عن جديد لاسعار الذهب بعرف انه غريب لانه نحن في شهر ديسمبر يعني سجلنا اول كم، رجعنا عم نرتفع نسجل ثاني كم بنفس المستويات، اذا في حال ما قدرنا نخترق هذه الكم وابتدينا بالانخفاض يعني من الواضح انه ابتدت هذه الموجه الاندفاعيه باتجاه الهابط من هذه الكمه. وطبعا تثبيت الكمه بشكل خلينا نقول يعني متتالي او على نفس المستويات ما في شيء بيمنع انه يكون عندي دبل توب. في اي تحاليل تقنيه بتمنع على انه هيدي الكمه المزدوجه ما تكون موجوده؟ طبعا ما في شيء بيمنع. فهلا عم نرجع نثبت ونزور هذه المستويات، اذا في حال بدنا نحترم هذه المقاومه رح نبتدي بالانخفاض. اختراق فوق او اغلاق فوق مستوى 1239 شمعه يوميه تعطيني اشاره على انه لازم نرجع نستهدف النفق الميل على ارتفاع، وطبعا هذه الموجه التصحيحيه لم تنتهي بعد وممكن كف اتجاه الصعد لزياره 1260 63 قبل ما نكف اتجاه الهابط عن جديد. فعندي سيناريوين، اول سيناريو من هذه المستويات نبتدئ الانخفاض او اغلاق شمعه يوميه فوق مستوى 1238 39 تعطيني اشاره شراء لزياره مستوى 1263 ومن ثم بداية موجة هبوط جديدة للذهب وأسعار الذهب. هلأ بالنسبة للكندي قبل ما نبتدي بالكندي، إذا بتلاحظوا WTI عم نبتدي بالموجة المعاكسة أيضا بالاتجاه الموجة B. شو يعني موجة B؟ نحن بدنا نبتدي ثلاث موجات تصحية، عظيم؟ هذه أول A B C D E يعني five waves أو خمس موجات ارتفاع، هذه wave A أول موجة تصحية، أوكي؟ ثاني موجة تصحية عندي هي خليني اقول ويف بي اللي هي نتوقع زياره مستويات ال 51 او ال 50 55 ومن ثم بدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد، اوكي، لزياره مستوى ال 56 او ال 57. فبهيدي الحاله ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي وبدايه موجه هبوط جديده، فنتوقع ارتفاع اسعار النفط على المدى الوسط للقصير من برا تثبيت مستوى ال 51 وال 50، وهذا الشيء بيدعم انخفاض اسعار الدولار كاد من مستويات قريبه من هذه المستويات، يعني ماكسيموم كحد اقصى 135، لانه في علاقه عكسيه بين الدولار الكندي واسعار النفط. اليورو كندي استاذ سمير، اليورو كاد، اليورو كاد صرنا فايتين عليه أكثر من مرة اليورو كندي، وأتوقع أنه يكون عندي نفس السيناريو لأنه ما تغير بعده، بظن أنه بهذه الفترة القصيرة ممكن يكون عندي أصبح عندي سيناريو آخر على اليورو كاد، ولكن رح نرجع نشوف شو توقعاتنا على هذا الزوج. يورو كاد عم نتداول بمستويات 151، كنت قلت لكم عليه بالضبط، كنت قلت لكم عليه وتوقعنا ارتفاع لليورو كاد، كنت قلت لكم هذه موجه رقم واحد اللي هي ليدنج دياجونال، ومن الواضح انه تم انتهاء ليدنج دياجونال ب خلينا نقول مثلث ميل على الانخفاض، وهلا نحن في صدد ارتفاع اي بي سي موجه رقم 2 لزياره مستوى 154 155 156 ومن ثم تكمل اتجاه الهابط. فاتوقع انه اليورو كاد يعني هذه الموجه الاندفاعيه اللي عم نتكلم عليها هي انتهاء موجه رقم واحد. شو يعني؟ يعني عم بتكلم على ويف هون، ويف 1 2 3 IV 4 و5، هي موجه رقم واحد بيج 1 بيج ويف 1. هلا جانا ارتفعنا ب A سمول A B، ولأننا نتوقع ارتفاع ويف C اللي هي تكون سجلنا بيج ويف 2 ومن ثم بيج ويف 3 موجه اندفاعيه. فبكل وضوح هيدي 1 2 3 4 5، ويف 1 موجه رقم واحد بشكل ليدنج دياجونال، A B C ويف 2 ومن ثم انخفاض، فأتوقع تكمل اتجاه الصاعد. هلا ما في شك انه على رسم بين الساعة و 30 دقيقة ممكن أيضا نشهد بعض الموجات التصحيحية قبل ما نكفي اتجاه الصاعد، ولكن على المدى الوسط للطويل
انا اتوقع تكمله اليورو كاد لسياره مستويات ال 154 و155 قبل ما نرجع نبتدي بالاتجاه الهابط وبالموجات الاندفاعيه الهابطه. طبعا هذا بالنسبه لليورو كاد. اوكي، فطبعا كنا مرينا على النفط، كنا مرينا على اسعار الذهب، على اليورو، على الدولار ين، على استرليني، على الدولار كاد. بعد عندي المؤشرات الامريكيه، نحن في صدد انخفاض ويف سي، وهذه المرحله الافقيه اللي هي عم نتداول فيها لازم تنتهي على المدى القريب وفي شهر ديسمبر والتقلبات، ومن ثم بدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد لتسجيل قمم جديده. بعدني مصر على انه عندي قمم جديده، بعدني مصر انه كحد اقصى ممكن نزور اخر قاع تم تسجيله عندي اللي هو مستوى 2550 ونسجل قاع مزدوج، مثل ما اسعار الذهب عم تعمل كم مزدوجه، لانه عندي علاقه عكسيه بين المؤشرات الامريكيه واسعار الذهب، فاتوقع قاع مزدوج ودبل بوتم، ومن ثم بدايه الموجه الاندفاعيه باتجاه الصاعد وتسجيل اخر قمه قرب مستويات 2900 او 3020 3120 كحد اقصى، هذه بتكون اخر موجه باتجاه الصاعد. رجعنا نبتدي بالارباح باسترلين دولار، واتوقع بهذه الجلسه اليوم نرجع نشهد ارتفاع لاسترلين دولار لتسجيل مستوى ال 128 و129 70 اللي هو التيك بروفيت اللي حاطينه او تحديد الربح. فنحن هذا هو فرصه الاستثمار اللي عندنا اياه، شراء استرلين دولار، وبتمنى لكم يكون نهار مثمر واكثر من رائع بالتداول. من شركه تكمل مباشره كان معكم محل تكنولوجيا ظهريه، الى اللقاء.